ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا تسع؟ اليوم إن شاء الله راح نكمل في درسنا اللي هو درس الأعداد الحقيقية. طبعا اليوم الاثنين التاريخ 14/9/2020، هاي نسخة كتابنا. بتمنى الكل يكون منزلها على كمبيوتره وعلى تلفونه حتى تتبعوا معي وتحلوا معي. طب وحدتنا الأولى حكينا عن الأعداد الحقيقية، راح تكون طبعا راح نشوف فيها جمع الاعداد الحقيقيه وطرحها، ضرب الاعداد الحقيقيه وقسمتها، القيمه المطلقه، الاسس وقوانينها، وهيك بنكون ان شاء الله بنخلص الوحده. بس هلا في درسنا الاول راح بس تعريف للاعداد الحقيقيه ونشوف شو خصائصها. اذا وحدتنا الاولى راح تكون بعنوان الاعداد الحقيقيه، ومن هاي الوحده في عندنا اهداف لازم نطلع منها يعني محققينها ان شاء الله. ومن درسنا الاول راح نحقق هدفنا اللي هو نتعرف على مجموعه الاعداد الحقيقيه وعلى خصائصها. طيب الفيديو السابق او الحصه الماضيه بلشنا في حل انشطه الدرس، حلينا نشاط رقم 1 وشفنا في اتعلم الاعداد الحقيقيه ايش بتضم. حكينا انها بتضم الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه، والاعداد النسبيه هي عباره عن الاعداد الصحيحه والأعداد الطبيعية. وكمان إذا بتذكروا فيديو الشجرة بوضح لنا بطريقة أخرى كيف الأعداد الحقيقية بتتفرع للأعداد النسبية وغير نسبية وهكذا. طيب اليوم إن شاء الله رح ننتقل لنشاط رقم 2، هذا نشاط تعاوني. بتمنى تركزوا كثير منيح معي لأنه في أشياء مهمة لازم تكوني لامة فيها. بلخص لنا الاعداد الطبيعيه والاعداد الصحيحه والنسبيه وغير النسبيه والحقيقيه. يعني في هذا الفيديو بس راح احل هذا النشاط، بس بدي تكوني مركزه كثير منيح معي وتحاولي تحليه بعد ما نخلص حله لحالك. طيب نشاط تعاوني بحكي لك اصنف الاعداد الاتيه حسب مجموعات الاعداد التي تنتمي اليها. في عندنا مجموعه اعداد بدنا نصنفها، هل هي طبيعيه ولا صحيحه ولا نسبيه ولا غير نسبيه ولا حقيقيه. طيب انا راح امشي عمود عمود، تمام يا تاسع؟ راح نمشي عمود عمود، يعني نمشي الاعداد الطبيعيه، افحص كل عدد هل هو طبيعي ولا لا، بس نخلص الطبيعي نمشي للصحيحه بعدين للنسبيه والغير نسبيه وهكذا تا نخلصها. خلينا نيجي لمجموعه الاعداد، عندنا سالب 6. طبعا سالب 6 عدد غير طبيعي، مش طبيعي لانه اشارته سالب، والطبيعيه هي اعداد موجبه بالاضافه للصفر. طيب الواحد صحيح هو 5/9 برضه مش طبيعي لانه في عندنا كسر، والاعداد الطبيعيه حكينا هي عباره عن اعداد صحيحه موجبه. طيب عندنا العدد 0، نعم ينتمي للاعداد الطبيعيه، اذا لازم احط هون صح. اذا العدد 0 طبيعي فبحط اشاره صح، تمام. 23% دوري، هل هو طبيعي؟ اكيد مش طبيعي لانه كسر 10، والاعداد الطبيعيه حكينا اعداد صحيحه موجبه، اذا مش طبيعي. 68% برضه مش طبيعي لانها كسر 10. جذر 2، هل يوجد جذر تربيعي للعدد 2؟ هل يوجد عدد صحيح او طبيعي ناتجها؟ اكيد لا، فراح يكون مش طبيعي. نحط اكس. الباي هي عباره عن 3 صحيح و14%، طبعا مش بس 14 فيه كمان اعداد بعد الفاصلة العشرية، فهي مش طبيعي أيضا، إذا إكس. سالب جذر 9، سالب جذر 9 تساوي إيش؟ بطلع السالب لبرا، بخلي السالب برا، وجذر 9 إيش يساوي؟ جذر 9 يساوي 3، أحسنتم. نعم، إذا سالب جذر 9 يساوي سالب 3، هل السالب 3 طبيعي؟ أكيد لا، لأنه الإشارة سالبة، لو كانت موجبة نعم بيكون طبيعي، لكن الإشارة سالبة فهو ليس طبيعي. طيب 3 او 2/5 برضه مش طبيعي لانه كسر، تمام. 2/5 مش طبيعي. الجذر التكعيبي لل 64، عندنا الجذر التكعيبي لل 64 ايش بيساوي؟ يساوي 4، يساوي 4. هل 4 طبيعي؟ نعم طبيعي لانه عدد صحيح موجب، تمام. هذا العدد طبعا بعد الفصل العشرية 1 5 1 1، وحطيت لك هذا السهم يعني هاي الاعداد لا هي متكرره، وهذا السهم يعني مش مخلصه لسه في اعداد كمان على الاله الحاسبه، هل هذا طبيعي؟ اكيد مش طبيعي، اذا هذا العدد ليس طبيعي. طيب اذا هيك خلصنا مجموعه الاعداد الطبيعيه، خلينا نيجي نشوف مجموعه الاعداد الصحيحه. سالب 6 نعم صحيح، 1 صحيح، و5 على 9 ليس صحيحا، مش صحيح، شو بنقدر نحكي عنه؟ هذا نسبي صح؟
اذا بحط عليه صح عند النسبة. طيب الصفر هل هو صحيح؟ نعم، بما انه طبيعي اي اشي طبيعي اي عدد حطينا عليه صح عند الطبيعي فهو عبارة عن عدد صحيح، ماشي، لانه الاعداد الطبيعية تنتمي او محتواها في الاعداد الصحيحة. طب 23% دوري، هاي لو انا جيت بدي اعطيك اياها هي عبارة عن تساوي 23 على 99. صراحة هاي لو بدك تحط 23 على 99، 23 على 99 رح يطلع معاكي 23% دوري. طبعا كيف اطلعتها في الدروس الجاي رح اوضح لكم وافهمكم كيف بنحول العدد الدوري من هيك من صورة عشرية لكسر عادي. هلا يعني قيمتها 23 على 99، بدنا نشوف هل هي صحيح. اكيد مش صحيح، فهذا عدد نسبي صح؟ لما تكون 23 على 99 هذا نسبي مش صحيح، اذا بحطه عند النسبة. 68% هل هو صحيح؟ برضه مش صحيح. احنا بنعرف الاعداد الصحيحة هي عبارة عن الاعداد الصحيحة الموجبة والسالبة بالاضافة للصفر. جذر 2 برضو مش صحيح. الباي هل هو صحيح؟ ليس صحيحا. طيب سالب جذر 9 اللي هي سالب 3، نعم صحيح، الاعداد السالبة الصحيحة سالب 3 من الاعداد الصحيحة السالبة. طيب 2 على 5 برضو مش صحيح. الجذر التكعيبي للاربعة حكينا 4 اذا هو صحيح، وهذا الكسر ليس صحيح. طيب هلا نيجي للاعداد النسبيه. الاعداد النسبيه بدنا نشوف اللي بقدر اكتبها على شكل الف على صوره الف على باء، بحيث باء تساوي صفر والف باء تنتمي الى صاد. طيب الصفر نعم نسبي، ليش؟ لانه بقدر احط صفر على واحد، صفر على 10، صفر على مليون، هي صار على شكل نسبي. طيب 68% نعم نسبي لانه بقدر اكتبها على شكل 68 على 100. جذر 2 ليس نسبي صح؟ ليس نسبي. الباي برضو ليس نسبي، حكينا الباي مش نسبي. الجذر التربيعي للتسعة سالب طبعا نسبي. عندنا 2 على 5 برضو نسبي لأنه على شكل ألف على باء. الأربعة بقدر أكتبها على صورة ألف على باء، أربعة واحد إذا نسبي، وهذا العدد ليس نسبي لأنه ما في له نهاية لسه ماشي. طيب الأعداد الغير نسبية، الواحد صحيح وخمسة على تسعة لا. إذا كان الإشي نسبي فهو غير نسبي، تمام؟ وين ما في صح عند الأعداد النسبية فهو غير يعني ما نسبي. إحنا حكينا مجموعة الأعداد النسبية منفصلة عن مجموعة الأعداد الغير نسبية. إذا الصفر لا ينتمي إلى الأعداد الغير نسبية. 23% دوري هي عبارة عن 23 على 99، إذا لا تنتمي للأعداد الغير نسبية. 68% لا تنتمي للأعداد الغير نسبية. جذر 2 تنتمي للأعداد الغير نسبية، هذا العدد غير نسبي. طيب والباي برضو تنتمي للأعداد الغير نسبية. طيب وعندنا سالب 3 لا تنتمي للأعداد الغير نسبية. 2 على 5 لا تنتمي، وهنا لا تنتمي. وآخر إشي عندنا هذا العدد أو الكسر ينتمي للأعداد الغير نسبية لأنه ما في له نهاية زي ما حكينا. هلا كل هاي الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية والغير نسبية كلياتها بتنتمي للأعداد الحقيقية، إذا كل الجدول عند الأعداد الحقيقية صحيحة، إذا كل هاي الأعداد بنحط عليها صح لأنها حكينا مجموعة الأعداد الحقيقية بتضم جميع الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية والغير نسبية جميعها. ماشي، هيك بكون خلصت معكم الجدول. بتمنى تكونوا فهمتوه كثير منيح وتكتبوا لي على الدفتر وتركزوا كثير منيح في الأرقام، وتعيدوه كمان مرة الفيديو حتى تفهموا أكثر. يعطيكم ألف عافية. صف 9.